وصعب الامور محلوله هالهيض له من واقع البيض وجاس لا شك والمعنى على ما نقوله يطلع على القمه كما طلع كرناس غنيت وصعب الامور محلوله هالهيض له من واقع البيض وجاس لا شك والمعنى على ما نقوله يطلع على القمه كما طلع كرناس اروضت يا مهرة من خيوله بس ميت صبحا ومن مربط انساس ماهب من عرض الكديش معزوله يمسك رسانها كل طرقي وعساس الراس من صفر الدلال معموله فنجال بن مهيل يقعد الراس لا لاحب الراق انت جرت سيوله يسقي ترى قفر خزامه وبسباس واللي على الادنين يشعب ذلوله خله على اليسرى مع ساير الناس وإذا مشى ساوى طلوعه نزوله تلقاه جالس بين جحدر وجساس واللي سواته جعل ربي يزوله كرامة الرجال ما هي بتنداس ما انت بوكي لا دم ولا انت برسوله ولا انت بوصيل الناس والعرق دساس اطلب من المولى رضاه وقبوله والمعطي الله دون شرط ومقياس غنيت وصعب الامور محلوله هالهيض له من واقع البيض وجاس لا شك والمعنى على ما نقوله يطلع على القمه كما طلع كرناس طيب مهرة من خيوله بس ميت صبحا ومن مربط انساس ماهب من عرض الكديش معزوله يمسك رسانها كل طرقي وعساس الراس من صفر الدلال معمونه فنجال بن مهيل يقعد الراس لا لاحب الراق انت جرت سيونه يسقي ترى قفر خزامه وبسباس واللي على الادنين يشعب ذلوله خله على اليسرى مع ساير الناس واذا مشى ساوى طلوعه نزوله تلقاه جالس بين جحدر وجساس واللي سواته جعل ربي يزوله كرامة الرجال ما هي بتنداس ما انت بوكي لا دم ولا انت برسوله ولا انت بوصيل الناس والعرق دساس اطلب من المولى رضاه وقبوله والمعطي الله دون شرط ومقياس